مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلو بالليمون. بما أنه نحن بموسم الليمون هلأ، بدنا نعمل حلو كتير سهل وبسيطة وعن جد كتير طيبة، وما بتاخد معنا وقت أبدا بالتحضير، بتتحضر بأقل من 10 دقايق. شكل مثل ما شايفين، شكل عن جد عن جد روعة، رح تعجب إن شاء الله للصغار والكبار، كتير رائعة. والأهم من هيدا الشيء إنها سهلة وبسيطة. شايفين منها شكلها كتير حلو. واو، هيدا الشكل شايفين؟ لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا ليمون، بدنا نعصرهم. بدي أعصر كوب ليمون. عصرنا كوب ليمون. عنا بسكوت الليدي فينجر، ممكن تستبدلوا هيدا البسكوت بأي بسكوت متوفر عندكم، ما في أي مشكلة. بحطهم بقدر الصينية. من كوب عصير الليمون لعنا برش شوي عليهم. بحطهم على جنب. عنا كوب حليب، بضيف ملعقة طعام سكر، ملعقة طعام نشا. خليتهم شوي على البارد. هلا بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط وصار بهيدا الشكل، منطفي الغاز. بحط الخليط اللي عملته فوق البسكوتات. بحطهم على جنب. هلا بنفس الطنجرة شو بعمل؟ بحط عصير الليمون. ملعقة طعام نشا، ملعقة طعام سكر. كمان بحركهم مع بعض ليشتد عنا الخليط. بس صار عنا الخليط بهيدا الشكل، منطفي الغاز ومنحطهم فوق الخليط الأبيض. بحط كمان طبقة بسكوت. منحطهم فوق البسكوتات. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعة.
بس جمدت منيح الحلو بالبراد بحطها على جنب. بدنا نعمل زينة على الوجه، شي بسيط. عنا جبنة ماسكربوني، ممكن تستبدلوها بالكريمة، ما في اي مشكلة. بحط ملعتين جبنة، الزينة حسب الرغبة، انتو مثل ما بتحبوا بتزينوا. بنخل فوق ملعقة طعم سكر بودرة، بخلطهم مع بعض. هلا بحطهم بكيس الكريمة. بنزين الحلو بهيدي الطريقة. بنكفي الزينة، عنا ليمون بهيدا الشكل، هيدي الطريقة لتعطي شكل حلو. بنحط هيك ورقة نعناع خفيفة، شايفين؟ عطت كتير شكل رائع. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.